determine the magnitude and direction of the force between two parallel wires 25 متر لونج اتش، يعني كل واحد فيهم طوله 25 متر and 4 سنتيمتر apart، المسافة دي اللي هي R أو D بأربعة سنتيمتر، each carrying 25 أمبير، يا ترى نفس الاتجاه ولا عكس؟ بيقول in the same direction، يبقى أدي الـ R، طالما نفس الاتجاه يبقى الفورسز رايحة اتجاه each other، يبقى دي الفورس، لو كان التيار عكس بعض يبقى الفورسز لبره. نفس الاتجاه سواء كده او كده يبقى الفورسز بياخدوا السلك بيعملهم اتراكشن، عكس بعض بيعمل ريبالشن. والقانون ايه؟ احنا عندنا الفورس بتساوي الميو نوت اي واحد اي اتنين ال على اتنين باي في المسافة اللي بينهم. نعوض كده، هو عايز الفورس، يبقى اربعة باي في عشرة سالب سبعة، الاي خمسة وعشرين ونفس القيمة خمسة وعشرين والطول بخمسة وعشرين، والار اربعة سنتي يعني بوينت او فور، بس عملية ضرب اربعة شيفت باي ضرب خمسة وعشرين تكعيب اللي هما التكعيب في بعض في واحد عشرة سالب سبعة اللي هي دي، وبعدين تقسيم اتنين باي وتقسيم بوينت او فور. طلعت الفورس سبعة تمانية في عشرة سالب تلاتة نيوتن، يعني ملي نيوتن، ملي نيوتن، او ممكن تقول كده، تقول سبعة تمانية في عشرة سالب تلاتة نيوتن. وقلنا الفورس رسمناها على التو وايرز، ولكن اهي مرة تاني عشان تاخد الدرجة كاملة تعمل له كده.